صباح الخير توني. صباح الخير أسماء. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. 20 حزيران 2012 حلقة جديدة بنطلع عليكم بمواضيع مختلفة وعديدة، بتبدأ بموضوع اللاجئين وصولا إلى الشراب. شراب الورد. شراب الورد؟ أها. وكمان شو عندك؟ عندي شراب. يعني مشاهدينا اليوم بحلقتي رح يكون في عنا ضيفتنا نيل جون تاتلي، اللي عم يتابعونا أكيد بيكونوا بيتذكروا هالاسم. هاد طبعاً اسم مشهور جداً معروف بتركيا، وهلأ صار معروف بالنسبة لبانوراما كمان. رح يكون في عنا وصفات خاصة جداً خصوصاً بفصل ربيع، بتعرفوا أنه بتطلع فيه زهور إلى رائحة زكية جداً. مع هذا الرائحة اكتشفنا أنه فعلاً في إلى طعم خاص، مو نحن اللي اكتشفنا، أكيد من زمان مكتشفينها، لكن هاللذات الخاصة بوقتنا الحاضر انتست، فنحن عم نحاول نتذكرها مرة تانية. رح نعمل شراب ورود، ورود الربيع. سألتك شو الشراب بعد ما قلتي لي شو الشراب. شراب زيزفون. وشراب الأكاسيا بالنسبة أكاسيا لليوم، لكن في سلسلة هيدي. ونحط لهم سكر ولا لا؟ هو بنشربهم طبعا. شو يعني شراب فيه سكر؟ لا بعد ما نحط المي. لا بيكون سكر جاهز. هو نحن رح نعمل لك محلول خاص فينك تحطه بالبراد، بكون مسقعها اي مع الثلج. يا سلام. خلص انتوا اشتغلوا وانت اعطيني كبايات. يعني مشروب صحي مشاهدين، انا عم حاول هيك تكون يكون في عنا هيك وصفات تكون صحيه. مشان فكره اسمها في شراب انا كثير بحبه. شو اسمه؟ الزفير. هذا شغل لبناني يمكن، ما يسمع شغل لبناني. ولا حتى انا بعرف الجلاب عندكم وشربته بالشام. الجلاب نحن عندنا كثير مشهور بشهر رمضان المبارك. نحن عندنا السوس، شراب الورد. شراب الورد طيب كمان، وحليب اللوز بيقولوا له كمان كثير طيب. انا بدي احكي لها لنيلجون على فكره عن هالقصص. اصلا برمضان في عندنا بعض مفاجات مشاهدينا، لكن هلا ما راح احكي. طيب حلقتنا مثل ما قلنا متنوعة، رح تبدأ مع قضية اللاجئين، خصوصا أنه 20 حزيران هو يوم اللاجئ، تحتفل فيه الأمم المتحدة. كمان بننتقل إلى مسلسل يعني أخذ شهرة كثير كبيرة بأجزائه الستة والسبعة والثمانية بالوطن العربي، هو وادي الذئاب. رح نكون مع ضيف مميز جدا حبوه بالمشاهدين بالوطن العربي، وكمان رح نكون مع الفن مع تار. تار موسيقى تار صحيح، آلي نوعا ما فريدة، يعني ما أنا معروفة كتير أو ما أنا منتشرة كتير، لكن من الأصوات اللي أكيد اللي يعني بتضيف نكهة خاصة جدا للموسيقى الشعبية خصوصا التركية. راح تكون معنا يعني فنان موسيقى آلة التار، راح يحكينا شوي عن التار، وأكيد راح نسمع كمان موسيقى التار. للإضاءة أكثر وأكثر على الموضوع، خصوصا مع الأرقام الكبيرة، 44 مليون لاجئ حول العالم، منهم بيتصدر البلاد اللي تصدر فيها اللجوء هي العراق، الصومال، وحتى أفغانستان. خصوصا يعني هالبلاد يمكن العراق وأفغانستان اللي شهدوا حرب كثير كبيرة، والصومال يمكن من المجاعة ومن الاضطهادات ومن التنكيل بالشعب. للإضاءة أكثر وأكثر على الموضوع معنا الصحفية وعضو جمعية الدعم اللاجئين جول أتمجا. أهلا وسهلا فيك. مشبول دكتور، اهلا بكم، اشكركم. قل هانم، 44 مليون لاجئ حول العالم، رقم مش صغير، يعني هو قد عدد سكان بلد خلينا نقول، وقد يمكن عاشي 100 مره من عدد سكان لبنان. عدد 44 مليون لاجئ مثل ما قلنا، العراق، الصومال، وافغانستان. اين هي مرتبه فلسطين؟ بالنسبة لفلسطين لها وضع خاص، ويعتبر لها وضع مختلف عن غيره. بالنسبة للأمم المتحدة حاولت أن يكون هناك مؤسسة، هذه المؤسسة لها تختص باهتمام بوضع اللاجئين. أونوفرا، UNRWA. نعم أونوفرا، وهي تهتم بموضوع الفلسطينيين فقط. نجاح مستمر لمسلسل وادي الذئاب بأجزائه المتعددة والعديدة، يعني لقى نجاح جدا كبير بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية. حتى ضيفنا الكريم يعني 48 سنة على خشبة المسرح، ما شاء الله، سنة مش قليلة. أهلا وسهلا فيك مرة تانية أمين بي. شكرا، أهلا بكم.
بعد 48 سنة على خشبة المسرح وبعالم التمثيل ومسلسل بأجزائه 8 يمكن صاروا ولسه عم يكمل لقى نجاح جدا كبير بالدول العربية. أمين بيه، هل هي بكورة أعمالك؟ هل هي ختام أعمالك راح تكون؟ من بعد هالنجاح اللي أخده الله صالك بهالبتشة. إذا أعطاني الله الصحة سوف أستمر في هذا العمل. بخصوص المسرح، أنا كفنان مسرح، الفنان المسرح يموت على خشبة المسرح. صح. هذا أكبر شرف لي وأحسن فضل الوسام يمكن الوحيد إن شاء الله أن يعطيني هذه الفرصة اللي أموت على المسرح. أكيد حضرتك راح تكون سنين طويلة جداً موجود على المسرح، على خشبة المسرح وعلى التلفزيون كمان. كلياتنا طبعاً بنعرفك كشخصية معروفة، فنان معروف بتركيا، لكن اشتهرت من خلال طبعاً وادي ذئاب ببلاد الشرق الأوسط. يعني يمكن إذا بلشنا بالبداية نسأل حضرتك شو حكاية بداية التمثيل على خشبة المسرح، ممكن شوي تحكي لنا؟ نعم، 1964 مسرح الطفولة اللي تابع للدولة، مسرح الأطفال تابع للدولة. في هذا المسرح ندهوا لي ودعوني إلى الوقوف على خشبة المسرح، وهذا نوع وقلبوا بإجراء نوع من الموسيقى هناك، وقمت بإلقائه مع شكر إرسو. وكان المنتج قال لي الدور لك الآن، اصعد خشبة المسرح. وكنت هذه أول مرة، وبدأت ركبي ترجف من الخوف، وكنت أكاد أن أقع على الأرض لأن أمامي كان هناك فنان كبير، وهناك لم يكن فرق في العمر ولكن الخبرة كانت عنده ليست عندي. مشاهدينا، فقرة الحياة الطبيعية اليوم فعلا طبيعية بامتياز، لأنه كالعادة ما بعرف اللي بيتابعوا برنامج بانوراما وهالفقرة هيدي بالذات، أكيد اسم نيلجون تاتل راح يكون معتاد لألون صار بعد هلأ. أهلا فيكي نيلجون هانم، اليوم راح نحكي معك عن وصفات. أهلا بكم أسماء، أنا كثير مبسوطة خصوصا بلقائك مرة تانية. أنا أعطيتك وعد في المرة الماضية، صحيح، وقلت له لك سوف أتي لك ب في عنا وصفة، وصفة أكل، لكن كرز وقد وفيت في البداية كمان حكينا عن وصفة بعض الشراب، خصوصا هيدا الشراب القديم. يعني في بعض الزهور نحن نسيانين نستخدمها كشراب، مثل عنا شو اسمه الزيزفون، عصير الزيزفون والأكاسيا بالذات. فأنا هون شايفة محضرة بعض الخمائر لهالوردتين هيدي، خصوصا بيطلعوا بفصل الربيع، فأنتي محضرتيهم وراح تعملينا هلا شراب خاص فيهم. ممكن بلش فيهم وبعد راح نحكي عن طبيكي الأطباق طبعاً الشهية هون. من أين أنا تريدين أن نبدأ؟ تحبين أن نبلش بالزيزفون لأنه الريحة فعلا ذكية جدا، يعني عم تطلع عن جد. نعم. ريحة ال بالنسبة لأهرامور أخذنا الزيزافون، وهو الآن وقته وزمانه، وقد جمعنا أوراقه وزهوره. شو طيبة جد نجوم، ريحتها عن جد ذكية كثير فعلا، مثل البرفام. أخذنا معه السكر ووضعناه في وعاء من الزجاج وأغلقناه، وعندما نحتاجه نستخدمه عندما نحتاجه، وهو مريح جدا ويعطي يعني له رائحة وطعم جميل جدا. صباح الخير مشاهدينا ونهاركم سعيد. اليوم رح ناخذكم بجولة سريعة شوي على سوق البدستان، السوق المشهور في داخل تركيا وفي بعض الدول العربية. خليكم معنا لحتى نتعرف شو هو البدستان. يا
يقع سوق بدستان بالقرب أو ملاصق للسوق المغلق في منطقة بيازيت في إسطنبول. هذا السوق لا يعلم بالضبط إلى أي عصر بيرجع أو إلى أي تاريخ بالضبط، لكن يقال أنه بيرجع للعصر البيزنطي. كان هذا السوق يستعمل كبنك لحفظ الأشياء الغالية والثمينة. مشاهدينا، الفقرة النهائية من برنامج بانوراما هي عطوتكم فقرة فنية، واليوم عندنا ضيف مميز بعزف آلة التار. صحيح، أهلا وسهلا فيك. هو عازف كمان بنفس أهلا الوقت. أهلا بكم. صح. أهلا فيك نيفي جان أوزال. نيف جيفان. أنا حابة هيك في البداية قبل ما نحكي عن الموسيقى وعن الآلة بدي أسألك عن اسمك، لأنه نوع يعني اسم مختلف اكيد توني ما انا ملاحظ، بس حتى مختلف بالنسبه للتركي كمان. نيف جيفان هيدي هذا اسم فارسي يمكن، ما هو تركي؟ نعم، هذا اسمون اصله فارسي، اسمي وفي اسمي حسب الابحاث التي تمت في اصل 400 شخص موجود بالنسبه في لي اول مره سمعته، وهو اسم ليس معروف كثيرا. بالإضافة إلى أن اسم من اسمي يوجد اسم مشبه له، اسمه نفجيفان وهو معنى سيفينديك، وأن حبينا وهو سيفينديك هو اسم ولا كنية؟ اسمي اسم الثاني سيفينديك و حلو نفجيفان. أوكي، نفجيفان حتى كمان الآلة غريبة، يمكن معروفة بتركيا بس غريبة عن الدول العربية. التار مش معروفة ومش منتشرة هالآلة، يمكن في حدا بيعزف آلة التار بالدول العربية بس ما أنا مشهورة حتى بتركيا ما مشهورة. ما بعرف، ما في نحكي عن تركيا كتير. شو هالآلة؟ لأي منطقة بتعود؟ لأي عصر؟ نعم، عندما تقول تار في الأساس أصلها من إيران، تمتد أصوله إلى إيران، ولكن هذا التار الذي أعزف عليه هو في القرن التاسع عشر في الجزء الثاني من جنيف أذربيجان، وجد هناك في تلك المنطقة وأصله من إيران. We'll be right back.